حاجة الباهية اللي أكثر في الشعب الناس كل الأمور ماشية بتبعتها، حاسين عليه وفاء ما هو لا رئيسنا، أما البلاد زي ما تمشي كي اليوم كي غدوة كي بعد غدوة الناس كل مش نمشي والثنية ذيك. والسلطة تعدات في طريقة سلسة والشعب التونسي واعي وما عادش رجوع للوراء وربي يرحمه. الجرايد كل اليوم على حزينة على الباجي. تنقل السلطة بالسرعة هذيك دليل على مستوى حضاري، مستوى ديمقراطي متاع الشعب ومتاع المؤسسات، خاصة المؤسسات متاع الدولة.